السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى في مدارسة هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد، وكنا قد أكملنا الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب. الباب الذي بعده وهو الرابع باب الخوف من الشرك، ومن جعل الباب الأول مقدمة فإن هذا يكون الثالث من أبواب الكتاب. باب الخوف من الشرك، لماذا يخاف العبد من الشرك؟ لأن الله تعالى لا يغفره، وهذا الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في مقدمة شرحي لهذا الباب. يخاف العبد من الشرك لأن الله تعالى لا يغفره، وذنب لا يغفره الله تعالى كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ذنب لا يغفره الله تعالى أجدر بالعبد أن يخاف منه وأن يحذره، لأن الله مع أنه الغفور الرحمن الرحيم لا يغفر هذا الذنب لسوء هذا الذنب ولقبحه، ولأنه لا حجة لصاحبه الذي يقع في الفواحش. إذا سئل فإنه قد يحتج مع علمه أنها معصية، أنها معاصي وأنها مهلكة، لكن قد يحتج بأنه له شهوات، هذه الشهوات هي التي دفعته حتى وقع في الفواحش، ولا يغني عنه هذا الأمر من الله شيئا، لأن الله لم يظلمه، حرم عليه الفواحش وفتح له من الحلال ما يغنيه عن هذا الأمر. لكن قد يحتج بالشهوات، لماذا تشرب الخمر؟ له شهوة وله هموم ولا حجة له. لماذا تقع في الزنا؟ لأنه شاب وكذا وكذا. لماذا تسرق؟ يريد المال ولا حجة له، لأن الله فتح له من الحلال ما يغنيه عن هذا الحرام. لكن قد يحتج. أما الذي وقع في الشرك، إذا سئل لماذا وقعت في الشرك؟ لا حجة له، لأنه إن أراد الغنى فالله هو الغني، وهذا المخلوق الذي عبده من دون الله فقير، وإن أراد القوة فالله هو القوي، وهذا المخلوق الذي عبده من دون الله ضعيف، وإن أراد الرحمة فالله أرحم الراحمين، وهكذا لا حجة له. لذلك قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا برهان له به، قال الشيخ الإمام محمد أمان الجامي: هذه صفة كاشفة، هذا حال من يدعو غير الله تعالى، لا يجد حجة. وكذلك العبد يخاف من الشرك لأن الشرك يحبط الأعمال الصالحة. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثالثا يخاف من الشرك لأنه يوجب الخلود في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رابعا وخامسا وسادسا والأسباب كثيرة، لكن نذكر رابعا، وهذا مناسبة الباب أو بعض ما ذكره المصنف من النصوص في الباب. رابعا لأن الشرك خافه أعظم الناس توحيدا، فكيف لا يخافه
غيره ممن درجته أقل من درجتي. يعني يا جماعة الزول بخاف من الشرك لأنه بمر بينا إن شاء الله إنه في ناس هم أعظم الناس توحيدا وأثبت الله توحيدهم في القرآن وأثبت لهم أنهم من المؤمنين وأنهم ليسوا من المشركين ومع هذا يخافون على أنفسهم من الشرك. فنحن من باب أولى. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من سورة النساء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن لمن مات عليه، لا يغفر لمن مات على الشرك، لقول الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. أما الذي يتوب قبل موته فإن الله يغفر له، واستدل بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن أوضح الأدلة على أن الله يغفر لمن تاب من الشرك قوله تعالى من سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وصفهم بأنهم لا يشركون بالله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذا من تاب فإن الله ينجيه من هذا العذاب ويتوب عليه ويقبل توبته. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه لمن مات، هذا لمن مات على الشرك. ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب والمعاصي لمن يشاء، فبعضهم يشاء الله أن يغفر له ممن وقع في الذنوب دون الشرك، بعضهم يشاء الله أن يغفر له فيغفر له ويدخله الجنة، وبعضهم لا يغفر الله له هذه الذنوب ابتداء وإنما يعذبه بها ثم بعد ذلك ينقيه ويدخله الجنة. الآية دي جماعة مناسبة بالباب أن ذنبا لا يغفره الله جدير بالعبد أن يخاف منه. وقال الخليل عليه السلام وهو إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما قال إبراهيم التميمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان يا جماعة إبراهيم عليه السلام بيقول واجنبني أي اجعلني في جانب مباعدا أو مبتعدا عن الشرك بالله تعالى، وبني دعا الله أن ينجيه هو وبنيه من أن يعبدوا الأصنام. والأصنام جمع صنم وهو الوثن، الصنم يقال عنه وثن، والوثن أعم كما يقال كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد. الصنم ما ينحت ما يصور
وينحت كالحجارة التي تجعل أصناما. أما الوثن فإنه أعم ما عبد من دون الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن أعم. وقوله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فأتمهن. ذكر البغوي في تفسيره رحمه الله أن هذه الكلمات نقلا عن بعض السلف أنها 30 كلمة، 10 منها في سورة براءة: التائبون العابدون إلى آخره، و10 منها في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات إلى آخره، و10 منها في أوائل سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. وقال بعضهم هي 7 كلمات، ذكر ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى، نقله البغوي في تفسيره: 7 كلمات. الكواكب ابتلاه الله بها فنجح، والقمر والشمس وإلقاؤه في النار ابتلاه الله بإلقائه في النار، والختان وابتلاه الله بذبح ابنه عليه السلام، وفاز ونجح في هذه الابتلاءات كلها، وقدم مرضاة ربه على مرضاة غيره. وقال بعضهم هي 10 كلمات، نقل البغوي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر حديث الفطرة 5 الأولى، وذكر 5 أخرى، ذكر 5 أخرى: الختان وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف العانة إلى آخره. أنحن اللي بهمنا يا جماعة من الكلمات دي شنو؟ أن إبراهيم عليه السلام نجح في هذه الابتلاءات كلها، حتى قال الله عنه: وإبراهيم الذي وفى. شوف الكلمة دي وشوف الشهادة دي: وإبراهيم الذي وفى، وفى كل ما أمر به ووفى حق الله عليه، ومع هذا يخاف على نفسه من الشرك. يجوا ناس الليلة زي ما ذكر محمد حامد الفقي رحمه الله، ونقل ذلك عن عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين: يأتي بعض الناس اليوم من جهلهم ويقول: نحن عرفنا التوحيد، لا حاجة لنا في الكلام في التوحيد. وإبراهيم الذي قال الله عنه: وإبراهيم الذي وفى عليه السلام، يخاف على نفسه من عبادة الأصنام. شكا يا جماعة ده زول مغرور، أي زول ياب الكلام في التوحيد وقول أنا موضوع التوحيد ده نجطته تماما وأنا ما محتاج، ده زول مغرور وجاهل، وهو عدو نفسه أولا، هو عدو نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأبو الدرداء رضي الله عنه يخاف من سوء الخاتمة، أبو هريرة رضي الله عنه يخاف من سوء الخاتمة، الصحابة يخافون من هول المطلع، عمر رضي الله عنه. ويجي واحد من زمننا ده، ولكن احنا التوحيد ده أصله منجضينه. يوم ذاك واحد في السوق قال: والله قال نحن موحدين توحيد، أصل موضوع التوحيد ده، قال نحن موحدين، قال الصوفية ديل أصلهم منافقين، وانصار السنة قال ديل رب النفاق، كل الناس
والله ذي الكلام الذكر، ذي الألفاظ الذكر في السوق أنا سمعته بأذاني. قال ذي الشت نازل، وده ما كلامه يعني، قال ذي كلهم كذي منتهين، لكن في النهاية نحن موحدين. وده في النهاية اعتراض الكلام اللي بيقول لك نحن موحدين وذي المنافقين وذي المنافقين. لو بناقش المسائل نقاش علمي ويذكر ردوا على ديل بالأدلة وردوا على ديل بالأدلة وكذا وكذا ويتقبل الدعوة إلى الحق، معليش، لكن هو بيقول لك الكلام ده وهو ينقد غيره وهو لا يريد أن ينصح، لا يقبل النصح ولا يريد أن ينصح. ودي كلماته أنا جبتها بألفاظ، وإلا فلو قسناها بالشرع فإن الواجب إذا أردت أن ترد على أحد أن تذكر ما يقوله أو ما يعتقده أو ما يفعله وترد عليه. مش كلام تجيبه شنو جزافا. وأنا كلنا وكلهم ديل ما بينفعوا معنا، والله يا جماعة كلهم ما نافعين معنا. إن أنا دارين كتاب وسنة وما كان عليه الصحابة، لا صوفية لا أنصار سنة لا حزب أمة ولا جماعة تبليغ ولا تكفيرين ولا سرورية، ما دارينهم كله، دارين الدين الصافي الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، كما قال تعالى إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالواجب على العبد أن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما تقول أنا موحد وأنا مكتفي وأنا كذا، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام بعد 15 سنة في المدينة الله نزل عليه سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، والصحابة معه على التوحيد وعلى الحق، في آخر أيامه يقول قبل أن يموت بخمس ليال لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي لفظ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالإنسان يتعلم التوحيد ويعمل به ويبلغه للناس، وأي زول يقول لك الكلام في التوحيد ومكرر وكذا أمسكه بالراحة كذا أمسكه، قول له مش تفهم التوحيد تماما؟ أي في ناس ما فاهمين التوحيد ولا ما في، يقول لك ما في، هو بيقول لك ما في، سوق المواضع التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى وسوق المواضع التي فيها مظاهر الشرك بالله تعالى، القباب والأضرحة والتبرك بالأتربة، وأفتح النت خش شوف، يجيبوا عمك كبير في السن لحيته بيضاء واقف جنب القبر، أسي خش النت جيب الكلام، واقف جنب القبر ومادي يديه ومعاه مجموعة من الناس والقبر فيه فسطاط أخضر، وقول يا حسن وتحسونا نحن جيناك وانت بتعلم الفينيتنا، اعطي كل سائل سؤله. هذا كلام زي ده موجود الان، وخش تتاكد من كلام ده. امش بعد يومين ولا ثلاثه امش الجمعه مغادر حمد النيل هنا، هل دي الزياره الشرعيه للقبور؟ هل الزول بيمشي القبور عشان يتعظ ولا عشان يطوف بالقبور وينادي المقبور وينادي الأموات ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ هل ده الدين الحق؟ رب العزة والجلال يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وهؤلاء ماتوا، كيف يعتمد عليهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. اثنين، بعد تسألوا السؤال ده أسألوا نمرة اثنين، قل لك كذا يتكلم لنا الآن أنت في التوحيد، أنت ما فاهم كذا يتكلم لنا في التوحيد، عرف لنا التوحيد واشرحوا لنا ودينا مجموعة من الأدلة. لو جاك زول الآن ما فاهم التوحيد كذا أنت أشرح له؟ اللي بيقول لك كررت الكلام ده، قل له أشرح لنا التوحيد،
ادينا ثلاثة آيات في الحاجات اللي كرروها عليك دي، تلقى ما عارفه ولا حافظه، ولك كلام مكرر بس مكرر. ما رأينا مؤمنا بالله يتضايق من كلام الله، ما يعقل. انت زول مؤمن بالله، كلام الله ده بيشرح صدرك ولا بضايقك؟ أقول له مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. أقول لك دي آيات وهابية، في آيات في القرآن بتاعت وهابية وآيات بتاعت غير وهابية. القرآن ده كلام الله سبحانه وتعالى. أقول لك الآيات دي سمعناها كثير، توحيد وتوحيد، والأيام دي جايبين شبهة لافين بها برضو، سمعتها في كم محل. أقول لك توحيد ده وراه أيدي خفية، يعني التوحيد وراه أيدي خفية، والشرك وراه شنو؟ توحيد يا جماعة وراه أيدي خفية، وإنتوا عندكم تنظيم وإنتوا مدعومين. التوحيد ده ما بزول بيقدر يدعمه إلا زول نجيد مرة واحدة. أنا غاية الداعمين ديل ما لاقيناهم لسه، كده تبع التلاقيون ورينا لهم يدعموا منه. اليهود ديل ضد التوحيد، وقالت اليهود عزير ابن الله. كيف يدعم زول يقول نادوا الله براه وما تنادوا عزيرا؟ ها بيدعموا منه النصارى. وقالت المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ها بيدعموا منه تاني. اسرائيل ديل الله زمان قال لهم ألا تتخذوا من دوني وكيلا، واتخذوا الوكلاء وعبدوا غير الله ووقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. البدعة منو التوحيد؟ ولكم وراكم. ودي ألفاظ فضفاضة، وأنا أتعجب من قلب من يقول هذه الألفاظ. قلبه ده وضميره بقول له شنو؟ الزول يوم القيامة لما يسألوه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في رقيب وفي عتيد موجود بتلقاه. لما يسألوك انت قلت فلان مدعوم، وين البرهان؟ الدعم منه؟ وانت شفت بعينك، سمعت، رأيت، الدعم منه؟ الدين البرهان. ونحن والله الذي لا إله غيره لا نعفو عن كل من كذب علينا في دين الله تعالى. أصله ما نعفي لك، كذبت علينا في الدين ما بعفو، تضربنا في الشارع حادث بتاع عافين لك لوجه الله، شيل قروج عافين لك. لكن تشوه صورة الإسلام وصورة الدعاة إلى الله بأكاذيب لا تملك عليها برهانا وتريد العفو، لا عفو، وإنما الوقوف بين يدي الله تعالى. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وصح الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. تقيم في الصراط هناك حبسوك، لما الكلمة دي جيب لها دليل ما بتلقى. ناس حتى لا يخفي السوق، وناس شغالين أساتذة، وناس شغالين شنو، وشايفيننا ولا الناس حيرونا ذاتهم. أمس قالوا ولا 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 أمس بيجان مدعومين، عادي الكذي دول مدعوم بياكل صلاة الطماط مجانين ولا شو؟ أقول يا أخي وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. أخوف على صيغة أفعل، أخوف شيء يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة هو الشرك الأصغر. ودل على أن الشرك على قسمين، منهما هو أكبر ومنهما هو أصغر. الأكبر قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كدعاء غير الله تعالى والاستغاثة بغير الله وكالدعاء أن غير الله يعلم الغيب. قال والشرك الأصغر
كقول الرجل ما شاء الله وشئت، وكقوله لولا الله وفلان، فإن هذا من الشرك الأصغر لما أخرج الإمام أحمد والنسائي في السنن من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ومن الشرك الأصغر قال يسير الرياء، يسير الرياء يعني القليل من الرياء، لكن أن يكون عمل العبد كله لغير الله هذا شرك أكبر. أما يسير الرياء فهذا من الشرك الأصغر. والرياء الذي هو من الشرك الأكبر هو الذي ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه، كقوله تعالى عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم ما عبدوا الله، ما أرادوا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، قل وحات فلان وحات جناي وحات الزادة وحات القعدة دي وحات النبي صلى الله عليه وسلم، واحدين بيحلفوا كمان يقول لك عليك النبي، ده كله يا جماعة من الشرك الأصغر. تحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بفلان أو بفلان، لكن إن كان تعظيمك له أقل من تعظيمك للحلف بالله سبحانه وتعالى، يعني أن تعظيمك للحلف بفلان أقل من تعظيمك للحلف بالله تعالى دونه. أما إن كان مساويا أو أعظم فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومن الشرك الأصغر أيضا تعليق التمائم إن اعتقد أنها سبب، يعني علق الحجبات وقال دي سبب، اللي بيدفع الضر الله سبحانه وتعالى، لكن دي سبب ساي، سبب بس. أما إن اعتقد أنها هي التي تنفع وتضر هذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي. الصحاوي الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترغيب، وهو من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، محمود بن لبيد رضي الله عنه. الرياء من الرؤية، يفعل الفعل ليراه الرجل أو ليراه الناس فيمدحونه بذلك، كما أن التسميع من الكلام يعني السماع، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، يفعل الفعل ثم يسمع الناس فعلت كذا وفعلت كذا. فالعبد لا يلتفت إلى الناس وإنما يخلص عمله لله تعالى. علاقة هذا الحديث بالباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فما دام أنه خافه على هذه الأمة فالواجب علينا أن نخاف منه، أن نخاف منه. هذا علاقة هذه علاقة الحديث بالباب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، قال ابن القيم الند الشبيه، ويقال فلان ند فلان
أي شبيه له وهو مثله، فلا تجعلوا لله أندادا أشباها وأمثالا. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يدعو غير الله سبحانه وتعالى، كما يدعو الأموات والغائبين والملائكة والأنبياء والرسل، أو يدعو الأصنام والأحجار والشجر، أو يدعو الشمس والقمر، أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان وكائنا ما كان. دخل النار، ولكن دخوله للنار دخولا بعده يمكث فيها لا يخرج أبدا، وما هم بخارجين من النار. قال: علاقة هذا الحديث بالباب أن الذي يموت وهو يدعو من دون الله ندا يدخل النار، وما دام أنه يدخل النار فالواجب علينا أن نخاف من هذا الأمر الذي هو سبيل للنار. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أخرجه مسلم. الحديث ده طبعا عنده مناسبة، وهي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله أي مات ثم بعثه الله تعالى، لقي الله. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لقي الله مات على الشرك، إذا مات على التوحيد فإنه من أهل الجنة، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وإذا مات على الشرك فإنه من أهل النار. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طيب يا جماعة، قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الباب ده وما أورده من النصوص مصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك، يخاف من الشرك. الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء كان في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. الثاني أن الرياء من الشرك، أن الرياء من الشرك. لأنه بدل أن يصرف العبادة لله وحده جعل جزءا منها لغير الله ليمدحه غير الله، أو لطلب حاجة منه، أو فرارا من ذمه، فلذلك هو صرف شيئا من العبادة لغير الله وزينها وفعل وفعل. أن الرياء من الشرك. الثالث أنه من الشرك الأصغر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، إذا كان الصالحون يخاف عليهم من الشرك فكيف بغيرهم. الخامسة قرب الجنة والنار، لأنه قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يعني بينكم بين الجنة والنار الموت. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، الجنة والنار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دل 18 نبي يا جماعة الله ذكرهم سبحانه وتعالى، وذكر غيرهم بعموم بعض الألفاظ، ومع ذلك قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله سبحانه وتعالى قال عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. المسألة العظيمة الثامنة، المسألة العظيمة وهي سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، أي أن الخليل عليه السلام سأل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، سأل ربه أن يجنبه هو وبنيه، يجنبه هو وبنوه عبادة الأصنام، فدل على خطورة هذا الأمر. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، اعتباره هذا الأمر وهو أمر الإضلال وأمر الشرك أن لا يأمنه أحد، لأنه ضل كثير من الناس بسبب هذا الأمر وهو أمر الأصنام وأمر الشرك. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشر فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، لأن لا إله إلا الله لا تصح بمجرد عبادة الله وحده حتى يكون مع ذلك الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الحادي عشر فضيلة من سلم من الشرك، من فضائله أنه يدخل الجنة كما في حديث جابر رضي الله عنه. الباب ده يا جماعة نحن نستفيد منه فوائد، منها أن نحذر الشرك، ولا يكون حذرنا للشرك إلا بعد تعلمه، أن نعرف ما هو الشرك حتى نحذره، وأن نخاف منه أشد الخوف، لأن الإنسان إن كان اليوم يرى في نفسه أنه من الموحدين فلا يأمن أن يبتليه الله تعالى وأن ينزع الإيمان من قلبه غدا، وخاصة في الموت، وخاصة في الموت الزول ما بيأمن يا جماعة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. الليلة التوحيد مستقر في قلبك، بكرة الله يبتليك بابتلاء زي كثير من الناس، وبعد الابتلاء يسقط ويقع في الشرك بالله تعالى كثير من الناس، وذل مروا بينا بعضهم مر بينا، يا إما يترك دروس التوحيد وبيان العقيدة ويمشي لأهل الشرك، يقول لأنه إنتو كلام كله جاف، كلامكم جاف وكلام شديد وكلامكم فيه نبز، الحق بيشوفه نبز، ده جانب. وناس فلان كلام سمح، بذكر الصالحين بذكر كرامات كلام جميل، فتنقلب تلك المضغة فيتعلق بغير الله فيقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده رب العزة والجلال قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شوف التوحيد ده قدر ما يذكره تلقاه منشرح فرحان، قدر ما يرد على أهل الباطل هو منشرح تلقاه متكيف جدا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ده صنف من الناس. في صنف ثاني ده بقول لك أنا وحدت وتاني ما مش لي غير الله وكذا وكذا، مما الله يبتليه سبحانه وتعالى، ذهب راح ولا بهائم راحا ولا طفل ما لقاه طوالي مش القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ما بيعمل زي يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام ولده ما زي باقي الأولاد زي عامة الناس، يوسف عليه السلام بعد ده، يعقوب عليه السلام بعد أن أصابه العمى
وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، حرضا يعني تصاب بمرض مهلك أو تكون من الهالكين، يا تصاب بمرض تكاد تهلك أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله شنو ما لا تعلمون. ولذلك الثبات في الفتن وفي المحن وفي الابتلاءات وتقديم مرضاة الله على مرضاة غيره، لأن الخليل عليه السلام قدم محبته لله وتعظيمه لله وما يرضي الله على ولدي إسماعيل عليه السلام، لا يذبح لله سبحانه وتعالى. فبعض الناس بعد يبتلى طوال بيمش ليه فقيه ولا شوف ليه الرايحة وين، ما لهم على الناس ديل ولا لقوا علي ولا يجي. انت ما تزال الله وتعمل السبب، شوف لي وكذا وكذا، بعد ذاك يعمل لي حاجات ويتعامل بالشياطين إلى آخره. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، طرف الدين طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أو زول يدعو عليك، تكون انت ظالم وزول يدعو عليك فتزلزل في دينك، يدعو عليك وهو مظلوم كما سيأتي البيان في بعض الأحاديث كحديث معاذ رضي الله عنه. فالزول يا جماعة يسأل الله ليلا ونهارا الثبات على الدين، والله الكلام ده جابه في القرآن في أوائل سورة آل عمران الصفحة تحت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في ناس ضلوا، قال ومن الناس، رب العزة والجلال قال ومن الناس، ومنهم، قال ومنهم من عاهد الله، دي الآية كده، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فالزول يا جماعة ما يأمن، الزول يدعو الله بالثبات ليلا ونهارا، الله يثبتك على الحق. حتى قال الحسن البصري رحمه الله إن رجلا أدخل النار 1000 سنة ثم أخرج منها وددت أني مكانه، وددت أني مكانه. ليه؟ لأنه ده دخلوه النار 1000 سنة بذنوبه، وكونه مرقوه معناه الزول ده موحد لكن ذنوبه دخلته النار، لأنه لو كان مشرك ما كان مرق منه. وهذا الكلام يقال خوفا من الشرك بالله تعالى أن يموت العبد عليه. الزول ما بيأمن بعدين في لحظات الموت والملائكة تنزل ودي آخر فرصة للشيطان ويجتهد فيها بكل ما يملك يضلك. بعض الناس يخفي الموت يقولوا لا إله إلا الله يسب ويلعن، وبعضهم يخرج من الملة وبعضهم وبعضهم وبعضهم. الزول يسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات. بس كثير من الناس تلقى كان يصلي وكذا وبعد شوية يبقى فنان، بعد شوية يغني بالشرك زي الأغاني الموجودة دي الآن كثير منها، ستة الودع وشنو شنو شركيات انشروها ما جايبين خبر. واحد قال يا أبو الطيب أكتب لي حجيب من مرض الحبيب، ده ما شرك عديل. انت وكت هو مرض وكت مرض وكت الحبيب ده هو مرض، شغلته مرض انت ما تخليها، ده مش تقع في الشرك بسبب مرض الحبيب. هو حبيب ما تام حبيب ذاته، حبيب ذاته معقول يا اخي؟ بلاوي زاي شركيات ذلك، بس بدون غنوا بغنوا زاي ويملونا نحن هوس، يملونا نحن بالباطل وبالهوس وينشروا في وسطنا وكذا، وهم بس يدون يلا غني هذا المقطع وبيسوي بروفات وشنو
وغني وانشره عندك مرتب قروش لا تشيله وامشي. ما يهم ينشر شرك، ما شفت ذاك مقاش في الغم ملوملة وشنو وقع في الطين ودول بنزين وكلاكين لكاكين لكاكين بيقول ختموا بها الحفلات. والله الذي لا اله غيره بيغنوها زي ما جايبين خبر. واحد في رفاعه بتاع ركشه قال رقبت معاه واحده من كليه الطب، قالت لي ما عندك قنيه مكاشف القوم مولو مولا دارت تسمع؟ قال لا والله ما عندي. طلعت موبايله وشغلت السماعه بقت ترقص، عارفها يعني الشغل بقت ترقص وشغل فيها وترقص. عارفينها ولخبطه زي فالزول يا جماعه يسال الله الثبات على الحق وما تلتفت للناس اللي حولك دين. في بعض الناس طبعا سخطة من بعض الناس يترك الدين، يقول لك شفت دين انا ما بينفعوا معي، خلاص هم ما بينفعوا معك الحق شيل ناس فلان دين ما بينفعوا معي ما بينفعوا معك الحق ما تتركه عشان فلان. هس اليهود دين نحن بنبغضهم ونحن ضدهم وأمرنا بمخالفتهم، لكن كان قالوا موسى عليه السلام نبي، ما نقول نبي ما نقول نبي. قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين لا ترد البدعة بالبدعة وإنما ترد بالسنة، لا يرد الباطل بالباطل وإنما بالحق. زول جاب له بدعة ما بتردها ببدعة زيها، قالوا ما بعرف 10 من شنو كذي 27 شنو كذي والى اخره. 27 رجب عندنا احتفال، انت تقول عشان هو بيحتفلوا انا ضده ونمشي المغابر ابكي هناك. انت ما بترد البدعه بشنو؟ بشيء ضدها بدعه يعني، وانما بالسنه.